سماء الليل هي آلة الزمن. كلما نظرنا أكثر إلى الكون عدنا أكثر في الزمن إلى الوراء. ما نراه في سماء الليل مجرد نسبة قليلة من مكونات الكون، معظمه مادة مظلمة وطاقة مظلمة. نعلم أنها موجودة ولكن طبيعتها تجعلنا في حيرة حتى الآن. طيلة مئات الأعوام وآلاف الأعوام ظن الناس أن الكون هو مكان جامد جدا، فإذا ذهبت إلى الخارج في ليلة ما ونظرت إلى سماء الليل تلاحظ أن الأشياء لا تتغير كثيرا، إذ يبدو الكون ثابتا لفترة طويلة. لكننا أصبحنا نعرف أن هذا ليس دقيقا جدا، فالكون في حالة تفاعلية ناشطة على الدوام، ففي كل لحظة ينفجر فيها نجم ليتحول إلى مستعر أعظم في مكان ما في الكون، وعلينا العثور عليه. بدأ تلسكوب مستكشف خلفية الكون أو كوبي في بلورة الصورة الأكبر للكون من خلال رسم خرائط الموجات الدقيقة المتبقية منذ بداية نشأة الكون. أما خلفه WMIB فقد قدم توصيفا أكثر دقة للكون في مراحله الأولى، لأن تلك الموجات تتطلب أكثر من 13 مليار سنة للوصول إلينا. فنحن نرى الآن كيف بدأ الكون منذ أكثر من 13 مليار سنة، وكأنها بقايا أحفورية لما كانت عليه بداية الكون. فالأحفوريات هي مفتاح دراسة الماضي. نحن نستخدم هذا الضوء لدراسة ما كان عليه الكون وكيف كان في الماضي في فترة بدايته. يمكنك أن ترى فيه بقعا زرقاء وبقعا حمراء، وما يرمز إليه اللونان هما البرودة والسخونة في الفضاء. إليكم هذه الصورة، ثمة بقع باردة وبقع ساخنة تشكل نمطا. إنه فعلا الوميض المتبقي من الانفجار الكبير على مستوى أبعد وأعمق. إنه هذا التناسق المذهل بأن الصورة التي يمكن تشكيلها عن الكون هي بسيطة نسبيا، لأن القطع تتلاءم معا. إنه تأكيد مذهل لدراسة علم الفلك منذ عدة سنوات حتى اليوم. لقد بنيت لتوها، وها هي بطريقة ما بدأنا نعرف الكون بشكل تفصيلي كما نعرف حديقتنا الخلفية. انضمت المركبة الفضائية بلانك إلى الأسطول ووسعت رقعة مشاهدات الكون، فحصلنا على خريطة مناطق واسعة بأطوال موجية متعددة، ما يسمح بتحديد حجم وشكل وعمر الكون الذي نعرفه. بعد 370 ألف سنة فقط من ولادة الكون بالانفجار الكبير، كل ما كان موجودا كان بلازما ساخنة شبيهة بلهب الشمعة. البروتونات والإلكترونات التي نشاهدها هنا على شكل كرات حمراء وخضراء كانت تقفز في كل مكان وتشتت الضوء. جزيئات الضوء التي تسمى فوتونات الظاهرة بالأزرق لم تقدر أن تنطلق بعيدا من دون الاصطدام بإلكترون. فيما برد الكون تمكنت البروتونات والإلكترونات من التلاحم وشكلت ذرات الهيدروجين، فتحرر الضوء ليعبر المسافات وما زال يعبرها حرا منذ ذلك الوقت. فيما توسع الكون فقدت الفوتونات الطاقة وكانت ألوانها تتغير ومرت متجاوزة مجموعات المجرات.
التوى مسار الفوتونات قليلا بسبب جاذبية مجموعات المجرات، ثم عند مروره داخل مجموعة مجرات يمكن للإلكترون الذي تمثله هنا الكرة الخضراء أن يصدم بعض الفوتونات فيتغير مسارها وتعبر مزيدا من المادة، ويطرأ عليها مزيد من الذبذبات بسبب الجاذبية والكتلة. اجتازت الفوتونات 13 مليارا و800 ألف سنة قبل وصولها إلى مجسات بلانك لتموت موتا مجيدا. فقدمت المعلومات التي كانت قد جمعتها خلال عبورها في الكون بأكمله إلى أجهزتنا، وسمحت لنا برسم هذه الخريطة الجميلة للكون. تملك أجهزة تلسكوب القمر الصناعي المتنوعة مجسات مصممة للاستخدام بأطوال موجية متعددة، من الطيف الكهرومغناطيسي إلى ضوء الأشعة ما تحت الحمراء القريبة وحتى البعيدة، إلى الترددات ما فوق البنفسجية والمرئية، إلى الأشعة السينية، وإلى أشعة جاما، وإلى مجسات الأشعة الكونية. يمكن لكل منها أن يكشف عن جوانب مميزة في بناء النجوم والغيوم السديمية والمجرات الغريبة والثقوب السوداء. في عيون الناس البطل الأكثر شهرة بالنسبة إلى الجيل المعاصر هو من دون شك مقراب هابل الفضائي. خلال 25 سنة من عمره قدم بعض أروع الصور في الكون، فيما أبحر عائدا في الزمن من خلال الأشعة ما دون الحمراء والمرئية. هابل عمل لفترة طويلة بفضل مهمات الصيانة المتعددة، يسمح هذا له بدراسة الأجسام لفترة طويلة من الوقت مع نتائج مذهلة. تقذف النجوم المولودة حديثا تدفقات لمواد في محيط منطقة تشكل النجم، وهي تعرف باسم أجسام هيربيغ هارو. يمكن رؤية هذه المقذوفات الأسرع من الصوت تتغير خلال دورة قصيرة الوقت. إذا رأيتم صورة واحدة من هابل يمكن أن تفسروها بعدة طرق، ولكن في الواقع هابل كان موجودا منذ فترة طويلة، يعني من خلال أخذ صور جزئية ومن خلال وصل بعضها ببعض ومشاهدة كيفية تحرك المادة، ما يمنحنا الطريقة الوحيدة للتبصر في الدينامية الفيزيائية لما يجري فعليا. سديم رأس الحصان في كوكبة الجوزاء المظللة بغاز مشع هو مثال جيد. يمكن أن ترى الأشعة ما دون الحمراء تكشف أسرارها الحالكة. تلسكوب سبيتزر هو أحد أفضل المراصد عند ناسا. سبيتزر هو التلسكوب أشعة ما دون الحمراء، ما يعني أنه يرى عبر الغبار الموجود في الفضاء، ومن خلال الرؤية عبر الغبار نتمكن من تحديد الحضانات النجمية الموجودة في الخارج حيث تولد النجوم. كنا نطير منذ حوالي 10 سنوات، أي منذ نحو 3600 يوم، ولدينا 5000 ورقة منشورة. يعني ذلك أن كل يوم تصدر ورقة تستند إلى بيانات سبيتزر وتعلن عن نتائج واكتشافات جديدة. قدم سبيتزر عدة اكتشافات في نظامنا الشمسي وما أبعد منه. لقد ساعد في تحديد مكان معظم المجرات البعيدة في الكون، وخريطة سبيتزر لمجرة درب التبانة فائقة الدقة فعليا، وقد حسنت طريقة فهمنا لبنية مجرتنا. أطلقت اليابان والإيسا أجهزة التلسكوب بالأشعة ما دون الحمراء الخاصة بها، وركزت خصوصا على مناطق تشكل النجوم الكبيرة. نحن فعلا سعيدون أن يكون لدينا أشياء جديدة نحاول أن نفهمها، لأننا نخطو إلى الأمام نحو فهمنا لتشكل النجوم عظيمة الكتلة. لذا فإن الفكرة هي أنه يمكن لهيرشل الكشف عن هذه الفئة من النجوم الكامنة، والتي تبدأ بالتشكل في شرنقة من الغاز والغبار غير المرئي بالأطوال الموجية البصرية مثلا. لذا نحتاج إلى هيرشل للكشف عن كل تلك الفئة من النجوم في ريعان شبابها. تلسكوب الأشعة ما دون الحمراء الآخر الذي وضع في الفضاء هو تلسكوب جيمس ويب، والذي يوشك أن يكتمل تحضيرا لإطلاقه في العام 2018. سيكون مزودا بمرآة أساسية طولها 6.5 متر وعرضها أكبر ب3 مرات تقريبا من مرآة هابل، ولكن أجهزة التلسكوب المرتكزة على الأرض تعمل أيضا على طيف الأشعة ما دون الحمراء.
هناك فرق كبير بين الفضاء وسطح الأرض. من الفضاء يمكنك من خلال صور هابل أن تحدد صفات الصور لأنك تراها على نحو أفضل. أما مع التلسكوبات المرتكزة على الأرض يمكنك أن تلتقط ذلك الضوء ثم تنظر إلى الطيف بحثا عن الانزياح نحو الأحمر لتحديد المجرات البعيدة، أو يمكنك أن تأخذ ملاحظات الأشعة تحت الحمراء التي عاجزة عن أخذها هابل منذ فترة طويلة. معا تعمقا في نجم يتشكل من سديم خلفه انفجار مستعر أعظم، وشهدا ولادة نجوم. الأداة الأخرى لعلماء الفلك وعلماء الكون باستخدام الطيف الكهرومغناطيسي هي نطاق الأشعة السينية. اكتشاف رائع للسنوات العشرين الأخيرة هو أن كل مجرة شبيهة بمجرة درب التبانة لديها ثقب أسود هائل في مركزها، ومواد تلك المجرة من الغبار والغاز تسقط في الثقب الأسود المركزي وتشع بحيث يمكننا رؤية ذلك. فإذا نظرنا إلى السماء بضوء مرئي نرى النجوم، وإذا نظرنا إلى السماء بالأشعة السينية نرى الثقوب السوداء. يمكنك ملاحظة الأشعة السينية الصادرة من أشياء بعيدة جدا بحيث تتمكن من البحث في هيكلية الكون، وبالتالي يمكنك البحث في توزيع المادة في الكون من خلال مراقبة المجرات والثقوب السوداء في مراكزها في المسافات البعيدة. وهذا مهم جدا لعلم الكون ولتبين أصل وتطور كوننا. يمتص الغلاف الجوي الأشعة السينية، لذا يجب أن تعمل مجسات الأشعة السينية إما على ارتفاعات عالية بمناطيد أو في المدار. مركبة تلسكوب الأشعة السينية وأحد أهم مراصد الناسا هو تشاندرا. تبحث عن الثقوب السوداء باستخدام تلسكوب الأشعة السينية. ما ننوي العثور عليه هو مجرة مركزية مشعة لكل تكتل من المجرات. إنه عادة مجرة ناشطة أو ثقب أسود ضخم جدا في وسط مجرة كبيرة، لأنه أثناء تشكل تكتل المجرات يتجه الكثير من المواد إلى السقوط في مركزه. أنت ترى قوة المرصد، ومرصد مثل تشاندرا حديث جدا، وهذه القدرات الطيفية لأجهزة العلوم الخاصة به يمكنها أن تؤدي وظائف لم يكن مخططا لها من قبل لأنك لم تكن تعلم عنها أثناء تصميمه، والكثير من العلوم المتعلقة بتشاندرا تندرج ضمن هذه الفئة. أحدث تلسكوب أطلق هو نيو ستار، كان لديه القدرة على تركيز الأشعة السينية للحصول على صورة أكثر دقة. أحد أهداف نيو ستار العلمية هو إحصاء كامل للثقوب السوداء في الكون. كشفت موجات الأشعة السينية أيضا عن سير عملية الانفجار في مستعر أعظم والذي لا يمكن رؤيته إلا عبر هذه الموجات. تملك وكالة الفضاء الأوروبية مركبة IXMM نيوتن التي تدرس التطور الكوني، ومختبر إنتجرال لدراسة أشعة جاما والبحث في ترددات هذه الأشعة التي تكشف البنى غير المرئية. إنتجرال مهم لأنه أحد الأقمار الصناعية القليلة التي تبحث في أشعة جاما، ومع الأقمار الصناعية الأخرى والمراصد حول الأرض يمكننا أن نكون فكرة كاملة عن كيفية تطور هذه النجوم. ومن دون إنتجرال أنت تفقد قطعة كبيرة من الأحجية. نحن نريد أن نعرف كيف تنتج العناصر التي نتكون منها. هذه هي الأشياء التي ترمي بكل أنواع المواد في الكون، وهي غالبا تهيم في الفضاء، ونحن مخلوقون من كل هذه العناصر التي ينتجها مستعر أعظم. لذا فمن المهم بالنسبة إلينا أن نعرف ما هو مصدر الحياة وكيف بدأت. أشعة جاما هي في أعلى الطيف الكهرومغناطيسي، إنها الفوتونات الأكثر قوة وحيوية والتي تتدفق من الثقوب السوداء ومن تفجر النجوم حتى من نجمنا الخاص الشمس. تلسكوب الفضاء الراصد لأشعة جاما المسمى أساسا بجلاست يراقب في السماء أشعة جاما عالية الطاقة كل 3 ساعات، مما ينشئ أدق الخرائط عن طريق هذه الطاقات.
عندما يكشف عن تدفق جديد لأشعة جاما يعمل بالاشتراك مع القمر الصناعي سويفت، ومن ثم يكون سويفت قادرا على الدوران بسرعة في السماء، ويصوب تلسكوب أشعة سينية وتلسكوب أشعة بصرية ما فوق البنفسجية في المكان المحتمل لتدفق أشعة جاما. جلاست هو بالأساس مخصص لمراقبة نطاق طاقة جديدة، هو مصمم لالتقاط ما يفوق الحد الأقصى لمدى التقاط سويفت للطاقة ليشمل طاقات أعلى بكثير، وهو يسمح لك بأن ترى أشياء غريبة وعجيبة كلما اتسع مجال الطاقة. جلاست وسويفت مختلفان. سويفت أشبه بقمر صناعي نشيط يجري تصويبه إلى هنا وهناك، ولكنه لا يرصد السماء كلها بل أشياء محددة. أما جلاست فهو يبحث في سماء أشعة جاما ويبحث في السماء طوال الوقت. نلحظ شيئا مثيرا للاهتمام بجلاست. يمكننا أن نطلب من سويفت النظر فيه بأجهزة تلسكوب أخرى والحصول على معلومات إضافية. لا نعلم ما الذي سيحدث في السنوات العشر التالية، نأمل أن يستمر سويفت بتقديم البيانات المحفزة، لكن ما نعلم هو أن سويفت سيقدم لنا بيانات جديدة بفضل طبيعته النقية، وهذا هو الهدف من تركيبه، أي دراسة الأحداث الجديدة وغير المتوقعة التي لا يمكن التهرب من حدوثها. هناك نوع إضافي من الأشعة التي تجري دراستها في المدار، إنها الأشعة الكونية. إن كاشف جسيم الأشعة الكونية الذي يبلغ وزنه 8 أطنان اسمه مطياف ألفا المغناطيسي أو جهاز IMS المرتبط بمحطة الفضاء الدولية. الأشعة الكونية هي بروتونات وجزيئات ألفا ونوى ذرية من عناصر أثقل وإلكترونات ومضاداتها أي البوزيترونات وأشعة جاما. قد تجيب دراسة الجزيئات على بعض الأسئلة الأساسية مثل الغياب غير المفسر للمواد المضادة. معايرة البوزيترون مهمة لأنه عندما يكون لديك تصادم مادة سوداء مع مادة سوداء أخرى فأنت تنتج فائضا من البوزيترونات، لذا فإن خصائص الفائض من البوزيترونات تخبرك بأصل المادة السوداء. حوالي 80% من المادة في الكون غير مرئية بأجهزة التلسكوب. هذه المادة السوداء لا تعكس ولا تمتص ولا تصدر ضوءا، ولكنها تتفاعل مع المادة من خلال تأثير الجاذبية الذي يمكن رؤيته بالسرعات المدارية للنجوم حول المجرات. وفي حركات تكتلات المجرات وبعد عقود من الجهود لا أحد يعرف ما هي عليه هذه المادة السوداء فعلا. يظهر هذا التصوير المجرات المؤلفة من الغاز والنجوم والمادة السوداء تتحد وتشكل خيوطا في النسيج الكوني العملاق للكون، مما يؤمن رؤية للشبكة الكونية. يعتقد أن المادة السوداء توفر الإطار لهذه الشبكة. مجموعات المجرات هي أكبر البنى المترابطة بالجاذبية في الكون. يظن أنه بعد الانفجار الكبير تراجعت سرعة توسع الكون، ولكنه ما لبث أن بدل السرعة وبدأ بزيادتها. من بين أهم الاكتشافات في علم الفلك والفيزياء الفلكية اكتشاف الطاقة السوداء، ومعناه أن الكون يتسارع مستقلا. ما يحاول الناس فعله باستخدام تقنيات مختلفة ومتنوعة وبكل نطاقات الأطوال الموجية هو تحديد معايير لتوصيف الطاقة السوداء. مع تحديد موعد إطلاقه سنة 2020 تبني وكالة الفضاء الأوروبية ESI يوكليد، وهو تلسكوب فضائي يؤمل بأن يوصف المادة السوداء وتأثيرها في الكون. أنا أعمل على يوكليد وهي مهمة لوضع خريطة للكون، لذلك نبني تلسكوبا عالي الدقة يتيح لنا أن نضع خريطة لبنى المادة السوداء واستخراج خصائصها أيضا. إن فهم الطاقة السوداء سيسمح لنا بفهم مستقبل الكون.
المثير للاهتمام هو أننا نحصل على المزيد والمزيد من الطاقة السوداء، لأن كوننا يتوسع، ومع توسع الكون نحصل على المزيد من الطاقة السوداء في كوننا. المادة العادية والمادة السوداء والمادة الطبيعية لا تتوسع، بل يضعف تركيزها. لذا فإن نسبة الطاقة السوداء إلى المادة الطبيعية تتزايد مع الوقت. عندما يتوسع الكون أكثر وأكثر، نحصل على حجم أكبر من كوننا، وعلى فضاء أكبر، ومن ثم طاقة سوداء أكثر. النموذج الرائد لجزيئيات المادة السوداء يدعى الجزيئات الضخمة ذات التفاعل الضعيف، واسمه ويمب. تسافر هذه الجزيئات في الكون دون الاصطدام بأي شيء. إن فكرة تمازج جزيئي ويمب وتشكيل أشعة جاما هي نوعا ما مثل تصادم رأسي رصاصتين على خط النار، وهذا أمر نادر جدا. ولكن عندما نذهب إلى المنطقة المحيطة بالثقب الأسود، فنحن نتوقع من الكثافة أن تكون أعلى، فيصبح احتمال التصادم أعلى بكثير، وبالتالي التقاطها بتلسكوب يرصد أشعة جاما. في منهج البحث النظري تظهر محاكاة شنيتمان الحاسوبية جزيئات من المادة السوداء حول ثقب أسود ضخم وهو يدور. تحدث كل النشاطات قرب أفق الحدث الخاص بالثقب الأسود، وهو الحد الذي لا يمكن لأي شيء أن يفلت منه في منطقة مسطحة اسمها إيرغوسفير. في الإيرغوسفير يسحب دوران الثقب الأسود الزمان والمكان معه، ويضطر كل شيء إلى التحرك في الاتجاه نفسه وبسرعة الضوء تقريبا. تلتحم جزيئات المادة السوداء المركزة والسريعة وتشكل أشعة جاما، ولكن بعض هذا الضوء عالي الطاقة يمكنه أن يفلت من الثقب الأسود من الجهة اليسرى، حيث يدور الثقب الأسود نحونا، فيعطينا بريقا سطحيا من أشعة جاما عالية الطاقة. تدل هذه المحاكاة علماء الفلك على أن هناك إشارة فيزيائية فلكية مثيرة للاهتمام، قد يتمكنون من رصدها إذا تحسنت أجهزة تلسكوب أشعة جاما. يثق شنيتمان أن هذا سيكون دليلا قاطعا عن نموذج ويمب. بالنسبة لي، المادة السوداء والثقوب السوداء هي الأشياء الأكثر صعوبة في الكون، والتي تتحد للمساعدة في تفسير بعضها لبعض. ستشهد المهمات المستقبلية على مرصد الموجات الجاذبية لدراسة هذه الموجات واختبار نظرية أينشتاين عن النسبية العامة. إن مهمة أثينا لتحديد بنية الغازات الحارة والبحث عن الثقوب السوداء الهائلة ستنطلق في العام 2028. إن مسح سلون ديجيتال سكاي هو المسح الفلكي الأكثر طموحا على الإطلاق، وسيوفر خريطة ثلاثية الأبعاد عن ملايين المجرات والكوازرات. إن مصادم الهيدرونات الكبير سيرن المجدد والمطور حديثا هو أحد الأجهزة التي تبحث عن الويمب والجزيئات الشاذة الأخرى، والتي قد تساعد على تفسير نسيج الكون. ومن ثم يمكن للعلماء والفلكيين والمهندسين أن يركزوا على نظريات غامضة أخرى ناتجة عن الجزيئات الفيزيائية، مثل الأبعاد المتعددة وما بعد كوننا من أكوان، وما هو موجود بعد أفق الحدث. مع مرور الوقت ستصبح تلك هي الحدود الجديدة. السلام عليكم. اليوم 25/10/2017، اليوم راح أقوم باختبار وتشغيل الروبوت اللي صنعته. طبعا إمكانيات هذا الروبوت ممتازة، بإمكانه أن يرفع ويتحكم وزن أو كتلة مقدارها 1.1 كيلوغرام، في حيز فضاء حجمه 8 متر مكعب. طبعا هذا الروبوت كلفني أكثر من 3 سنوات من العمل والتصميم والتصنيع، إضافة إلى آلاف الدولارات. طبعا كل هذا يعني قمت به وحدي. طبعا استخداماته واسعة، ممكن استخداماته تطبيقات صناعية أيضا، هو قابل للبرمجة، وهو مبرمج حقيقة. هاي برمجته لصنع عصير مثل ما نشوف يعني بعد قليل، لذلك ممكن نشاهد الآن. بسم الله.